هذه هي المحاضرة الثانية عن الموازنة الرأسمالية، والموازنة الرأسمالية بتهتم أساسا بمجال اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل. فهناخد أول حاجة مقدمة، بعد كده طبيعة قرار الاستثمار طويل الأجل، بعد كده أهميته، بعد كده خطوات هذا القرار، وطبعا الخطوات دي بتبنى على الأسس، ولكن الأمر لا يخلو من بعض المشكلات. فإحنا ناخد المقدمة، بعد كده الطبيعة، بعد كده الأهمية، الخطوات، الأسس، ثم نطرح المشكلات التي يواجهها متخذ قرار الاستثمار طويل الأجل. الحقيقة الموازنة الرأسمالية زي ما أنا لسه قايل بتختص بعملية إدارة النفقات الرأسمالية، أي أنها بتختص بتحليل قرارات الاستثمار طويلة الأجل الخاصة بالنفقات الرأسمالية، وبيمتد تأثير هذه القرارات إلى أجال طويلة، كما في حالة شراء الأراضي أو التوسع المرتبط بحجم النشاط أو الإنفاق على البحوث وعلى التطوير. ومن المعروف أن الإنفاق الجاري اللي هو عكس الإنفاق الاستثماري ده بيبقى على مدى السنة، لكن إذا كانت الفترة اللي بيتم اللي بيستمر خلالها هذا الإنفاق بتزيد عن السنة، يبقى ده يصنف على أنه إنفاق استثماري. نشوف النقطة الثانية وهي طبيعة القرار، طبيعة قرار الاستثمار طويل الأجل. طبعا هو ارتباط مالي بمبالغ كبيرة لأجال طويلة بهدف بهدف الحصول على مكاسب متوقعة في المستقبل، هو أخطر قرار مالي، هو أهم من قرار الاستثمار قصير الأجل ومن قرار التمويل قصير الأجل وأيضا من قرار التمويل طويل الأجل. ليه بقى؟ علشان السبب الأولاني أنه من الصعب التراجع عنه بعد اتخاذه، إذا واحد قرر أن هو يستثمر في مجال معين، لو تراجع ممكن يخسر جزء كبير من الأصول الثابتة اللي مش هتستخدم إلا في هذا المجال. وعند اتخاذ قرار الاستثمار طويل الأجل أو عملية إعداد الموازنة الرأسمالية يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه القرارات أو المشروعات أو المقترحات قد تتداخل في كثير من الأحيان، غير أنه لأغراض الشرح يمكن أن تصنف إلى قرارات الإحلال أو الاستبدال، وقرارات التوسع، قرارات الإكسبانشن، قرارات التحديث، ممكن تصنف على أنها مشروعات تبادلية، هاخد ده أو ده، مشروعات مستقلة أو مشروعات مشتركة.
تابع طبيعة القرار، بيكمن المنطق الاقتصادي الأساسي لاتخاذ قرار الاستثمار طويل الأجل في اختيار المشروعات المجدية. طيب، كيف يحدد مستوى الاستثمار؟ يحدد مستوى الاستثمار بحيث أنه يعظم قيمة المنشأة. طيب، ده يعني بيحصل إزاي؟ هي قيمة المنشأة بتستمر في الازدياد كلما كان معدل العائد الحدي على الاستثمار أكبر من التكلفة الحدية لرأس المال، أو لما يتساوى بتأتي نقطة التوقف. يمكن الشكل التالي يوضحها أكثر. الشكل ده حجم الاستثمار في الحجم القليل اللي هو قرب كده لنقطة نقطة الأصل، بلاقي إن العائد الحدي كبير. بعد كده بيفضل يتناقص 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 حتى يصل إلى في النقطة جيم بيتساوى مع التكلفة الحدية. يعني مشكلة يبدو ان انا ما شغلتش. بنستكمل الموضوع بالنقطة الثالثة، وهي أهمية قرار الاستثمار طويل الأجل. طبعا هي ما يعني هذه القرارات مهمة علشان بتؤثر على القرارات المالية الأخرى. من منظور الإدارة المالية بتؤثر هذه القرارات، والمقصود بها قرارات الاستثمار طويل الأجل، على القرارات المالية الأخرى التي تشمل قرارات التمويل طويل الأجل وقرارات التمويل قصير الأجل وكذلك قرارات الاستثمار قصير الأجل. هذه الأهمية بترجع أيضا إلى أن التوسع في حجم الأصول الرأسمالية يعني بيتطلب نفقات كبيرة، لذلك يجب على المنشأة أن توفر التمويل الضروري لتغطية هذه النفقات. يعني هذا القرار بيؤثر بشكل كبير على قرارات التمويل طويل الأجل. ومن منظور إدارة الشركة بيمتد التأثير بتاع هذه القرارات إلى جميع إدارات الشركة، إلى إدارة العمليات، إلى إدارة التسويق، إلى إدارة البحوث والتطوير، وإلى إدارة الموارد البشرية. النقطة الرابعة هي الخطوات، خطوات اتخاذ قرار الاستثمار طويل الأجل. الخطوة الأولى هي الحصول على فكرة المشروع. لازم طبعا تكون في فكرة الأول. الخطوة الثانية جمع المعلومات والبيانات المتعلقة به وتحليل هذه البيانات ومراجعة وتقييم القرارات. النقطة الأخيرة هي الأسس. طبعا وفي النهاية بنستعرض بعض المشكلات، بس طبعا هذه الأسس، الأساس الأول هو
استخدام الأساس النقدي وليس أساس الاستحقاق. يعني هنا بنعتمد على المقبوضات والمدفوعات وليس على الإيرادات والمصروفات. الأساس الثاني هو إيجاد القيم الحالية للتدفقات النقدية، وده هيبقى يعني واضح في الفصول القادمة. الأساس الثالث إننا بنستخدم تكلفة الفرصة البديلة وليس التكلفة المحاسبة. الأساس الأخير إن بنعتمد على تعظيم ثروة المنشأة، وده طبعا غير الهدف بتاع تعظيم الربحية. ده طبعا بيتطلب يعني إنه يكون معدل العائد المتوقع أكبر من تكلفة الأموال. مشكلات، فالمشكلة الأولى التي يعني يجب أن تراعى إننا نحدد نوع هذه المشروعات، هل هي مستقلة، متبادلة، مشتركة، معتمدة على بعضها البعض ولا لا؟ كيف تقدر التدفقات النقدية سواء كانت داخلة أو خارجة؟ كيف يتم اتخاذ قرارات التمويل؟ وكيف ترتبط بقرارات الاستثمار؟ المشكلة التالية، إيه هي المعايير؟ إيه هي الأساليب اللي هتستخدم؟ ما هي المخاطر التي تواجهها المنشأة؟ وطبعا لازم أشوف بعد كده أثرها على التدفقات النقدية. وطبعا موضوع تحليل المخاطرة ده من الموضوعات المهمة جدا، خاصة ما يتعلق بالمخاطر غير المنتظمة. يعني يمكن احنا في هذه الأيام بتتعرض معظم الصناعات إلى مخاطر في جانب التدفقات النقدية الداخلة، في جانب المبيعات نتيجة الانتشار بتاع الفيروس كورونا، طبعا يعني مؤثر على التدفقات النقدية الداخلة. كيف يتم قياس المخاطر؟ كيف يتم حساب معدل الخصم المناسب؟ ما تأثير سياسة حساب الإهلاك؟ ما أثر التضخم؟ هذه هي المشكلات التي يجب أن تراعى، ونستكمل في المحاضرة التالية إن شاء الله.